السلام عليكم. زار وزير الشباب والرياضة سيد عبد الحميد السقاق ظاهرة اليوم ملعب عنابة، حيث وقف على مدى جاهزية الملعب، وكذلك لاحظنا أنه تم جلب بعض التجهيزات الرياضية، منها ألواح إلكترونية وكذلك تجهيزات للمراقبة تاع الكاميرات ستاسيون تاع لو سيرفيونس تاع بدات التجهيزات توصل. هذا شيء جميل، نترككم في رعايه الله وحده، والسلام عليكم. ونذكركم بانه فيه فيديوهات اخرى على ملعب عنابه، لان وصلتنا معلومات كثيره جدا عن ملعب عنابه. ممكن سوف نشاهد فيديو ثاني اليوم او الغد، فيه واحد 3 أو 4 فيديوهات على كل جوانب المراكب تاع النابا وملعب شابو واخبار اخرى. انتظرونا في الفيديوهات القادمه، والسلام عليكم.